هاد السنوات كامله يعني اختزلنا واحد المجموعه من التجارب وفهمنا واحد المجموعه ديال يعني المسائل اللي ممكن اننا نشتغلوا عليها مستقبلا، واللي بفضلها يعني وبفضل الرؤيه الملكيه المتبصره في هاد المجال هذا استطعنا اننا نحققوا او نحققوا الحلم ديالنا اللي هو الفوز بتنظيم هاد النهائيات. كان قبلها يعني الشرف تنظيم ديال الاعلان عن شرف تنظيم ديال كاس افريقيا 2025، وهاد الانجازات كامله يعني صراحه ما كتزيدنا الا فخر ببلادنا، كتزيدنا عزم على اننا يعني غاديين في المسار اللي بناه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بمعيه يعني بمعيه يعني الجميع، على اساس اننا يعني ولينا بلد يعني مرجع في مجموعه ديال المجالات اللي اهمها المجال الرياضي، المجال الاقتصادي، المجال يعني الفلاحي والمجالات الاخرى. ولا المغرب قبله مجموعه من يعني الفاعلين الدوليين والعالميين اللي ولاو كيعتبروا المملكه المغربيه بلد ديال الثقافه، بلد ديال الحضاره، بلد دوله قويه تنظيم وانجاح واحد المجموعه ديال التظاهرات. وهذا ما خلانا اننا يعني كنفتخروا اننا في هذه البلاد هذه، وكنشكروا صاحب الجلاله اللي سهر يعني على هذا الملف هذا بالشخص ديالو، واستطعنا في الاخير اننا الحمد لله نفوزوا بهذا الحدث هذا، نفوزوا يعني بالثقه ديال المجلس ديال الفيفا اللي اعطانا هاد الاولويه وعطانا هاد الشرف للتنظيم. هاد الحدث هذا يعني غادي تكون عنده انعكاسات ايجابيه مستقبلا على يعني التطور التنموي للبلاد ديالنا، خصوصا انها كتساهم في التشغيل ديال الشباب، كتساهم في يعني في النمو الاقتصادي ديال البلد، كتساهم في الازدهار ديال السياحه داخل البلد، تتزيد تعرف بالموروث الثقافي والحضاري ديال المملكه المغربيه لواحد المجموعه ديال الدول اللي غادي تكون مشاركه في هذا الحدث هذا. كذلك غيولي المغرب يعني غيزداد التصنيف ديالو على مستوى يعني المؤشرات ديال التنميه، يعني هادو كلهم امور اللي هي ايجابيه وغتعود بالنفع على البلاد ديالنا، وهذا ما نصب اليه اننا نكونوا من بين البلدان اللي يعني يضرب فيه المثل في هذه المساله ديال التقدم والازدهار. هو صراحه يعني الحمد لله بشرى من رئيس الدولة بعد يعني مصيبة مخاض اللي عاش المغرب ديال الزلزال وبعد العسر يسرى، يعني هذه فرحة جاءت يعني في وقتها بغينا نقولوا، وهذا درس يعني درس يعني ديال المغرب يعني كدولة وك يعني أطر وجهات يعني مكلفة بهذا الملف هذا. فالمغرب بعد ما يعني تقدم بغينا نقولوا بعشرات الملفات يعني بعد واحد المجهود، ودائما المغرب يعني اصر باش انه يعني يعاود يقدم الملف، وهذا اعطانا درس صراحه لنا كمغاربه ان بالعزيمه والاراده ديال يعني ديال الدوله وديال المغاربه يعني لا تكسر لهم عزيمه. فالحمد لله هذه بشاره خير جاءت في وقتها، وهذا الحمد لله يعني كله تبين بان البلاد ديالنا رغم يعني ما يمكن انا، ولكن الحمد لله غدا في يعني في المسار الصحيح. نتمنى ان شاء الله تعالى انها يعني نكونوا في مستوى اللحظه، وحنا اهل الله كما تيقولوا، وان شاء الله غادي يكون فيها الطابع ديال المغرب والبصمه ديالو وتكون حاضره ان شاء الله بالاضافه للاطراف الاخرى يعني المنظمه معنا. هذا تيدل بانه المغرب خطا خطوات كبيره في المجال ديال التهيئه، في المجال ديال البنيه التحتيه، واللي كيخولوا انه يكون كفء لهذا التنظيم. بالنسبه للتاثير ديال تنظيم كاس العالم على المستوى التنموي والتقدم بالنسبه للمغرب، فهو لا بالنسبه للسياحه اولا غيكون قبله سياحيه اكثر للجميع الدول اللي غادي تشارك في كاس العالم. ثانيا المستوى ديال التنميه، فمجموعه ديال القطاعات اللي غادي تنتعش بالاضافه الى القطاع السياحي، القطاع الاقتصادي، قطاع الخدمات، مجموعه ديال المجالات اللي غتنتعش وغتعرف واحد التطور.